قال يسوع: طوبى للمطرودين من أجل البر، طوبى لكم إذا عيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا. تعرف حبائي، إحنا منشوف إنه من وقت ولادة يسوع سلسلة من الأحداث. أول شهداء بيتكلم عنهم الكتاب المقدس هم أطفال بيت لحم والكورة المحيطة حواليها، قتل الأطفال. ثم بنسمع عن يوحنا المعمدان اللي اتقطع راسه. ثم أحبائي بنسمع عن استفانوس الشهيد الأول. بنسمع عن الرسول الأول في أعمال 12 اللي قطع رأسه. وهكذا السلسلة بتستمر، واستمرت في تاريخ الكنيسة إلى يومنا هذا. وهذا مما دعا إلى انتشار المسيحية في كل أنحاء العالم بتقديم رسالة المحبة والأخبار السارة المفرحة اللي واجهت يعني اضطهاد شرس وعنيف ضدهم، لكن نجحوا بنعمة الرب وبسلطان المسيح. الرب يباركك، وبحب أسمع منك.